حياكم الله فيما تبقى وجولة جديدة نطوف بها على عدد من قصص الساعة. فرنسا تحصل على نصيبها من الكعكة السورية وتنشر نصف تزيينة من القواعد. منبج تواجه التجنيد الإجباري بالإضراب والوحدات الكردية تستعين بالأمريكان لتهدئة الموقف. والعفو الدولية تهاجم القانون رقم 10 للنظام وتتهم الأسد بإعادة هندسة المجتمع. أفادت وكالة الأناضول التركية بأن العسكريين الفرنسيين عززوا مواقعهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال وشمال شرق البلاد بما تيسر لها من قواعد. تغتنم باريس حصتها من الكعكة الهالكة المتناوب على قضمها واقتطاع أجزاء منها. 5 دول على الأقل بينهم أمريكا، روسيا، إيران، بريطانيا، فرنسا. 5 بعيون الشيطان. تضيف الأناضول في متن الخبر أن العسكريين الفرنسيين نشروا بطاريات ل6 مدافع في محيط قرية الباغوس الواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور حيث السباق. هنا الفرنسيين ينشرون 6 بطاريات في قرية الباغوز، 6 بطاريات مدفعية. السباق على أشده هنا بين الصادي والغادي في هذه المنطقة. نتابع. يتركز هذا الوجود من خلال قواعد عسكرية أو مراكز تدريب كلها في شمال أو شمال شرق سوريا. بلدة باغوز في دير الزور، بطاريات صواريخ نشرت في عام 2018. تلة مشتنور في مدينة عين العرب كوباني، هي قاعدة أنشئت في حزيران عام 2016 وتضم خبراء ومستشارين عسكريين. بلدة صرين شرق مدينة منبج، قاعدة عسكرية مشتركة مع القوات الأمريكية أنشئت في عام 2016 تضم جنوداً وعربات مدرعة. مصنع لافارج في قرية خراب عشق شمال شرق حلب، قاعدة عسكرية أنشئت بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة تضم جنوداً ودبابات فرنسية وأمريكية. عين عيسى في الرقة، قاعدة أنشئت في عام 2016 تضم أيضاً جنوداً ودبابات فرنسية وأمريكية. مدينة الرقة، وجود ل30 جندياً فرنسياً داخل المدينة. ست قواعد للفرنسيين شمال شرق سوريا، هم يتركزون طبعا حول الرقة، يتجهون من منبج باتجاه الرقة. توجد ملفت للفرنسيين. على الرغم من عدم إحصاء الفرنسيين أو إفصاح الفرنسيين عن ماهية قواتهم الموجودة على الأرض السورية، وعلى الرغم طبعا يعني هذا الإفصاح لم يفصح عنه الفرنسيون بالرغم من توجيه الصحافة الفرنسية أكثر من مرة أسئلة لماكرون أو قائد جيشه. على الرغم من كل هذا، التسريبات رشحت عن نوعية هذه القوات الموجودة في شمال شرق سوريا في القواعد الستة. ما هي هذه القوات؟ هي قوات خاصة تابعة للبحرية الفرنسية أو مجندون من القوات البرية إضافة لخبراء ومستشارين. هؤلاء الفرنسيون أغلبهم شاركوا طبعا في مغامرات باريس العسكرية في إفريقيا، المغامرة الشهيرة طبعا للفرنسيين في مالي كانت مدعومة من دولة عربية. هؤلاء يعني شاركوا في المغامرات الإفريقية قبل أن تظهر الكعكة السورية على السطح، قبل أن تطفو. التساؤل عن المدة التي ربما تقضيها هذه القوات داخل سوريا، كم سيبقون؟ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعيد تقديم نفسه بوصفه رئيسا لدولة عظمى، بالتالي قواته كم ستبقى في سوريا، خاصة أن سبب وجودها بدأ بالتلاشي وهو تنظيم الدولة. يعني تنظيم الدولة على وشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. نتابع.
تتنوع التفسيرات في سبب تواجد إعادة تسليط الضوء على التواجد الفرنسي شمال شرق سوريا، منها من يقول أنه هي موجهة ضد الأتراك حصرا، ضد رجب طيب أردوغان وطموحاته في شمال سوريا، هكذا يرى البعض. لكن على أرض الواقع خبراء يقولون القوة العسكرية الفرنسية على أرض الواقع ليس لها أي ثقل، يعني مجموعات معدودة، لكن هي في إطار شراكة أمريكية فرنسية جديدة لن يعكر صفها طبعا الاختلاف على الاتفاق النووي بين دونالد ترامب والإيرانيين. على أرض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، هؤلاء كلهم في أراضي قوات سوريا الديمقراطية، على هذه الأرض التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية تدور رحى هذه التحركات الدولية، وكذلك تدور رحى أخرى، رحى إضراب شامل في مدينة منبج بيري في حلب ردا على قانون التجنيد الإجباري المفروض عليهم من قبل السادة في القوات الكردية. هذا الإضراب هو إضراب شامل هذه المرة وللمرة الثالثة على التوالي في منبج، هدفه بوضوح وقف التجنيد الإجباري والخدمة الإلزامية بصفوف قوات سوريا الديمقراطية. طبعا تخلله مناوشات لإجبار الأهالي على فتح محلهم وكسر إرادتهم. هذا الرد يعني عقبه هذا رد الفعل من القوات الكردية عقبه رد فعل من الأهالي، بالتالي ما كان من الأمريكيين إلا التقدم خطوة إلى الأمام لاحتواء الموقف بوصفها، يعني بوصف الضباط الأمريكان هناك هم الوصي على القوات الوافدة إلى منبج. ورقة حمراء مهمة الإضراب بوجه التجنيد، لكن هذه الورقة الحمراء كما يرى بعض من يتصلون مع أهالي المنطقة، هذه الورقة قد تفقد قيمتها عن طريق من؟ عن طريق بعض الوجهاء المرتبطين بقسد، هؤلاء بزياراتهم وذهابهم إلى قادة قوات سوريا الديمقراطية سيكسرون هذا الإضراب وسيخففون من وطأته، هكذا يقولون بعد الرصاصة الأولى لإعلان انتصارها في كل منطقة. السادة المحترمين في قوات سوريا الديمقراطية كانوا يفرضون قانون التجنيد الإجباري ويلزمون الشبان على الالتحاق بصفوفهم إلزاما. الرقة لم تكن استثناء على قوانين التجنيد الإجبارية، لكن بنود قانونها اختلفت قليلا عما ورد في الحسكة والقامشلية وعفرين سابقا
كوباني. قبل أيام قليلة فقط قالت مصادر محلية في المدينة أن حواجز الوحدات الكردية اعتقلت عشرات الشبان داخل الرقة واعتدت على عائلاتهم بالضرب والشتم عندما رفضوا خطوة التجنيد الإجباري. قوات سوريا الديمقراطية. BYD قوات سوريا الديمقراطية تفرض التجنيد الإجباري ليس فقط على العرب، حتى على الكرد. أي أحد خاضع لمنطقتها تحت حكمها يشمله هذا قانون التجنيد الإجباري، لكنه الشبان ترفض هذا القانون فتهرب، بالتالي تفرغ المناطق. لذلك يعني القانون التجنيد الإجباري هو سلاح BYD لتفريغ المناطق، وهذا سلاح متبع من أيام ثورة خميني بالثمانينات. فرض هذه القوانين على أي منطقة تريد أن تفرغها من أهلها، وهو قانون يأتي بأكله وتفرغ المناطق فعلا. قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قانون هذا في محورنا الثالث، قالت إن قانون الملكية الجديد الصارم الذي تنفذه الحكومة السورية يحرم فعليا آلاف الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاع المستمر من منازلهم وأراضيهم، ومن المحتمل أن يتلف الأدلة على وقوع جرائم حرب. يعني السادة في قوات سوريا الديمقراطية يجب أن يستوردوا هذا القانون لمناطقهم بعد أن يفرضوا التجنيد الإجباري، وترحل العوائل يستولوا على الملكيات كذلك، حذوة بالقذة بالقذة مع النظام. تنديد دولي يتنامى تتزعمه إحدى أهم المنظمات الحقوقية في العالم، وهي منظمة العفو الدولية، فتذهب لتشريح القانون رقم 10 الذي أصدره النظام، مؤكدة أن هذا القانون أو المرسوم سيستخدم لتنفيذ إنجاز فائق في الهندسة الاجتماعية، الهندسة الديموغرافية. ديانا سمعان الباحثة في المنظمة الدولية تضيف وتدق ناقوس الخطر وتحذر في نفس الوقت من لجوء النظام لإتلاف الأدلة الجنائية لجرائم حرب ارتكبها ضد السوريين. نتابع. We'll be right back.
ديانا سبعان تقول إنه إنجاز فائق في الهندسة الاجتماعية، يعني بعد أن قتلناك وهجرناك وسجناك وطردناك من منزلك ومن أرضك، نقطع آخر صلة تصل أهالي الغوطة بممتلكاتهم هذه التي ورثوها كابرا عن كابر منذ آلاف السنين. فهذا الذي تقصده ديانا سمعان، إنجاز فائق في الهندسة الاجتماعية. ما تبقى فيه ما تبقى، لكن بعد الفاصل. كفر نحوم على منصات التتويج العالمي لبنانية وسوري لأول مرة في مهرجان كان. مرحبا مجددا. فازت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بجائزة لجنة التحكيم في الدورة 71 من مهرجان كان عن فيلمها كفر نحوم بعد مشاركتها الأولى في هذه المسابقة. بمشاركة طفل سوري صعدت المخرجة اللبنانية إلى منصات التتويج ودخلت إلى قاعة المحكمة في مشاهد الفيلم لتجسد لقطات عن الطفل زين الذي يعيش في أحد أحياء بيروت الفقيرة. هذا زين لجأ إلى القضاء لمحاكمة والديه. لماذا؟ لأنهما أنجباه للحياة بما تضمنه من واقعية مرة. تلألأ الفيلم على منصات كان ونال إعجاب اللجنة وتصدر العناوين الأولى لنشرات الأخبار. نتابع كفر نحوم. أدي عمرك يا زين؟ ما بعرف، بدك تسألني. حضرة الرئيس، بما أنه زين ما عنده أي وثيقة ولادة ومنه مسجل بالدوائر الرسمية، وعلى ما يبدو أهله لزين ما بيعرفوا أبداً تاريخ ميلاده، هيدي تقرير الطبيب الشرعي يلي بيقول أنه زين كان تقريباً عمره 12 سنة وقت وقوع الحادثة. إذن عمره تقريباً 12 سنة. صحيح. وين ساكن يا زين؟ سجل رومي للأحداث. انت موقوف تاريخ 15 حزيران عم بتنفذ عقوبة، عارف ليه؟ لأنه طعنت واحد أمين كلب بالسكين. طعنت واحد بالسكين؟ ايه، وابن كلب كمان. مصر عليا؟ ايه. بدون ضحك بالقاعة، شو هالقصة؟ شو هالدوشة اللي عاملها؟ اعلام وصحافة وبعت وراهم على السجن، عارف ليش انت هون؟ ايه نعم. ليه؟ بدي اشتكي على اهلي. ليه بتشكي على اهلها؟ هم خلفوني. زين يريد أن يشتكي على والديه
أمام القاضي لأنهما أنجباه إلى أي حد وصل وصل السوريون في هذه الحياة. مبروك لنادين اللبكي، الفيلم أخذ يعني صدم طيبا جدا في مهرجان كان وحول العالم كذلك. مبروك للطفل زين الرافعي، مشروع ممثل بامتياز. في مدينة عفرين التقى النسيج السوري في شوارع المدينة وعلى موائدها، فشكلوا لوحة غذائية متكاملة متجانسة. أبرز ملامحها عربات الخضار، الحلويات، المعروك، السوس، الجلاب. زميلنا هادي طاطين طبعا هو أحد من الغوطة الشرقية، مهجر إلى عفرين، تهجر من الغوطة الشرقية إلى عفرين. هادي جال في أسواق المدينة والتقط لنا صورا، هو هذه الصور لنختم بها حلقة الليلة مما تبقى. غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى جديد بأمان الله. معروف بكل سوريا وبأجواء سوريا وبالأخص بالشام، المشروبات برمضان في عندك تمر هندي وجلاب والسوس، ومشروبات كثير مفضلة للناس وتجنون، والحمد لله رب العالمين. يعني الأجواء كثير كويسة هوني، وباعتبار المدينة هاي يعني طالعة من أجواء حرب مثل ما بيقولوا، وفي أخوتنا الشوام هوني ونحن الغوطة، يعني في إقبال الحمد لله وفي حركة طبيعية. We'll be right back.